بعدها ونفخ في الصور بعدها وترى الملائكة بعدها ربنا وأخيرها اليوم تجزى بعدها وقال فرعون بعدها ولقد جاءكم بعدها ويا قوم بعدها قالوا أولا بعدها إن الساعة بعدها هو الذي بعدها ولقد أرسلنا بعدها حاميم بعدها فقضاهن بعدها وقالوا بعدها إن الذين بعدها ومن آياته بعدها إليه يرد بعدها حاميم بعدها فاطر السماوات بعدها والذين بعدها ذلك الذي بعدها ومن آياته بعدها وتراهم بعدها وكذلك أوحينا والذي نزل والذي نزل من السماء. ارجع من هذه الصفحة 300 صفحة وقل بأي آية تنتهي. ثم أنزل دقيقة الله دقيقة سكينته. أصبر دقيقة دقيقة الكمبيوتر ميلحق به. طيب 300 صفحة قبلها بأي آية تنتهي الصفحة؟ ثم أنزل الله سكينته. هسه رح نصعبها أكثر. ارجع آية آية رح يقرأ بشكل القهقرائي. آية آية رح يرجع قبلها أي آية. لقد نصركم الله قبلها أي آية. قل إن كان آباؤكم قبلها يا أيها